يعطيكم العافيه يا جماعه. المره هاي انا ونبيل عم نصور فما قدرناش نصور جوا السياره لانه تعبنا، صرنا من الصبح عم نسوق. عم نصور الاف 150 الجديد. بعدين عندك منظر رائع انه حلو نقعد. قعدنا هنا نريح شوي فقررنا انه نركب الكاميرات باي طريقه ونبلش حكي. فوق هذا كله عندك الاف 150 البات تبعه كثير كبير لدرجه انه قاعدين ومرتاحين ومركبين كاميرات وخلاص. تعرف شو هاد يا جماعه؟ هاد في تحته ستيب بننزلها بالابيسود راح تشوفوها، تقدر تمسك فيه وتطلع عشان اذا معك ولد صغير وانت مش عارف تطلع، فهيك سهلوا عليك انك تركب جوا البات. لك خبرتني انه هون في كمان مثل رولر او مسطره. في مسطره هون. هذا كله حتشوفوه بالحلقه. بالحلقه كله موجود. هذا لازم اف 150 بلاتينوم النسخه اللي معنا هايبريد 100%. 3500 سي سي بنحكي عنه بالتفصيل بالحلقه. كاملة. لانه نحن بترك بدنا نحكي عن موضوع السيارات العسكريه. كل اللي بلش حياته كسياره عسكريه ونهاها كسياره انتاجيه او بقى حتى بالعالم العسكري. وليك انا في عندي بعض المعلومات عن سيارات، شركات سيارات بتصنع قصص غريبه عجيبه رح تصدمك لما اقول لك انه هيدي بتعمل هيك. طيب يلا هات خلينا نبلش باول سياره اسمها بينذكر غلط كثير، واول سياره كانت عسكريه واليوم هي سياره انتاج واحده من اكثر شركات مبيعا بالعالم. جيب. They call me Jeep. مزبوط. نرجع من عيدة. جيب. مش يعني SUV يا جماعه، جيب. جيب هي شركة منفصلة. وبالحلو بالموضوع انه هي بتعمل SUVات، وبالتالي كلمة جيب لانه اكثر شيء انشهر هو الويليس. اللي بقى نحكي عنه اللي بلش حياته اصلا عسكرية. مزبوط. شو مزبوط. يا باسل شو الويليز؟ الويليز هو شيء او هي نوع سيارة بلشت كسيارة عسكرية في البداية وما كانت تنتج للشارع وما بتقدر اصلا انك انت تاخذها وتطلع فيها. من هناك طلعوا بالرانجلر وقتها. انت بتعرف انه الويليز شكله والرانجلر شكله بوكسي لسبب؟ اللي هو؟ اللي هو انه شكله بوكسي ليساع ببوكس للحقيقة. طريقة نقله بالحرب العالمية الثانية كانت كتير صعبة انك تنقل، مش مثل هلأ. فشو عملوا؟ عملوا شكله بوكس، بتحطه مثل ما هو ببوكس وبتنقل من امريكا على ارض المعركة، بينزل بيتركب على السريع وبينزل، مشان هيك عنده هذا الشكل البوكسي. الويليز ما كان له سقف تعرفوا؟ ايه. لأنه كان حربي ولا ونشيل اصلا، كله كان بيطق طق طق كله بيقعدوا فيه وبيحطوا سلاحه وفي له مكان. وهلا بالرانجلر انت بتعرف انه في هول الويليز الصغار اللي موجودين على الاطار وموجودين على موجودين على الطاير قدام، موجودين على القزاز الامامي على اليمين، دائما موجودين على الجير بتلاقيهم. فبتشوف هاي السياره اذا بتسال شو هي، فهاي هي الويليز اللي طلعت منها اليوم شركه جيب. هي شركه جيب اشترت ويليز وصار في تعاون بينهم لحد ما وصلوا للمكان اللي احنا فيه. عم نحضر سيزن جديد ما بدي كثير احكي عنه، ولكن فيه حكي كثير عن شركة جيب. مش كثير بقدر احكي عنه. So excited. هلا بكير بعد. نوعدكم بس يعني نوع جديد اذا بدنا نحكي من الابيزودات، يعني شيء باسل رائع. شيء مختلف تماما. Anyways نرجع، شو عندك كمان؟ عندك رينج روفر، لاند روفر. من يوم بلشت الرينج روفر بلشت سيارة بابين ظلت لمدة 10 سنين تو دورز، وكانت سيارة عم تستخدم في أماكن عسكرية وأماكن استخبارات. ولكن بعد هيك من نجاح هاي السيارة بعد التجربة قرروا انهم يعملوها سيارة للبيع، ومن هناك انطلقوا على بيع هاي السيارة. معلومة بدي زد لك اياها، سنة 1952 تحديدا كان في شيء اسمه لاند روفر مينيرفا. كثير ناس ما بتعرفها الخبرية. والله انا ما بعرفها. شركة مينيرفا شركة بلجيكية اعتمدت على اللاند روفر وعملت منه سيارة عسكرية اعتمدت بعدد كتير كبير من الجيوش بسنة 52. والله هاي واحدة من المعلومات اللي أنا ما كنت بعرف. موضوع مهم كتير. بعرفش إذا بدك هلا نوصله ولا لا، ولكن موضوع سيارات الشرطة اللي هلا عم نشوفها قبل. فإذا بدي أصدمك بمعلومة سريعة. كاديلاك بتعمل دبابات. قبل شوي صدمني في المعلومة وإحنا بنسوق. كاديلاك بتعمل دبابات. سوبرو عملت هليكوبتر اباتشي. هامر. هامفي. كان اسمها هامفي. هامفي. الهامفي اصلا بلشت حياتها عسكريه. مزبوط. وبعدين عملت صارت مدنيه. الجي كلاس. الجي كلاس كمان. الجي كلاس كانت سياره عسكريه. على فكره الجي كلاس نحن متخيلها دائما براسنا سيلبرتي وشخصيات فخمه. هي سياره عسكريه. ما كانت هيك بالمره. وهي بالحقيقه بعد لهلا بتخيل الجيش الكندي اذا ماني غلطان بعده لهلا بيستعمل جي كلاس بعملياته، يعني تخيل 6 باي 6 صراحه يا ريتني انا بالجيش الكندي بس اسوق جي كلاس. ال 6 باي 6 6 باي 6 كمان
سيارة عسكرية المنشأ بعدين استعملت للحياة المدنية. السيارات اللي أنا في جيوش تستخدمهم واحدة منهم الجيش الأردني استخدمها بفترة اللي هي الديفندر. ديفندر. ديفندر استخدمت في الجيش. على فكرة يا جماعة في سيارة انعملت كانت تصنيع أردني وكانت راح تكون سيارة جيش ولكن صار شوية مشاكل وما قدروا أنهم يمشوا بهاي السيارة. هذا الحكي ببداية التسعينات. لليوم هم 10 سيارات لليوم تنتين منهم عملوا حوادث للأسف ومش موجودين والثمانية الباقيين ماشيين بالشارع ليومنا هاد ومش بس الأردن هذا الشيء بيخلينا نفتخر عن جد ببعض المحلات بالصناعات العربية بالابتكارات إذا بتسميها مش صناعات ابتكارات العربية منا اللايكن هلا فتنا بالشرطة بس لازم نذكرها لأن فتنا بالموضوع كله سوا لايكن أشهر من أن تعرف سيارة فاست أند فيوريوس 7 عم بتنط من إمارات تاور دبليو موتورز طبعا دبليو موتورز أشهر من أن تعرف لايكن هايبر سبورت موجودة ضمن أسطول شرطة أبو ظبي وفي واحدة تانية موتور دبليو موتورز عملوا سيارة لغياث غياث عملوا إيه عملوا سيارة للشرطة بس مرة شرطة دبي عم نحكي شرطة دبي أصلا عندها أسطول بوغاتي لامبركيني مرسيدس أستن مارتن مكلارن كل السيارات من كوكب جي تي أروع الأستن مارتنز اللي موجودين موجودة بأسطول دبي شرطة دبي بس عم نحكي نحن عن غياث غياث SUV بيطلع منه درونز يا جماعة وبيعمل عملياته بالدرونز مربوط بداتا سنتر بيعرف كل شيء من محل ما هو يعني ما بقى في داعي لأي تدخل بشري طبعا بالعمليات التكتيكية والعمليات اللي بدها تدخل تكتيكي قوي كتير أكيد غياثية تحفي بالتكنولوجيا وانعرضت كذا مرة وعن جد شفناها بالموتور شو اللي صار شفناها بالكاستم شو الكاستم شو اللي صار بدبي وهلأ كمان حتكون موجودة بالإكسبو يعني سيارة رائعة جدا من ناحية التكنولوجيا ومتصلة بديتا سنتر مخيف يعني صارت أصلا حرب التكنولوجيا اليوم أهم بكتير من حرب الأسلحة حتى مزبوط مزبوط شوفي كمان سيارات هذي نحكي سيارات في عندك الجيش الياباني في عندك الشرطة اليابانية الشرطة اليابانية تستعمل الجي تي ار بدك تمزح مع الشرطة اليابانية جي تي ار جاي عليك جي تي ار جاي عليك عندك سي ار 8 كمان باسطول دبي هلا تذكرتها في ار 8 باسطول دبي باسطول دبي في مجموعة هائلة من السيارات في لامبورجيني في استون مارتن في مرسيدس في مجموعة هائلة من السيارات المخيفة وباسطول ابو ظبي كمان لا يستهان به اسطول ابو ظبي عنده جي تي ار وعنده اللايكن اللي كنا قلنا عنها شوي وفي عندك مثلا باسطول شرطه قطر عندك الباناميرا مزبوط صح شفتها واللي حاصمك فيها خبيه بطبيعه الحال يعني بايطاليا شو بدها تكون سياره تليانيه يعني عندك لامبورجيني حلو بالموضوع ان هاللامبورجيني بالحقيقه استعملوها مره تينقلوا اعضاء لشخص كان عم بيعمل عمليه جراحيه ومضطر يوصل له اعضاء ليقدر يعيش استعملوا سياره اللامبورجيني بالشرطه الايطاليه لينقلوا اعضاء من مدينه لمدينه لتوصل بالسرعه المناسبه بامريكا هلا عم يستخدموا سيارتين كانوا في زمان عم يستخدموا الدوج بيسكلي كانت التشارجر اكثر سياره عم يستخدموها اليوم عم يستخدموا الفورد اسكيب كسياره للشرطه مش للامور العسكريه ولكن العسكريه همفي هي من الاشهر عم يستخدموا الفورد اسكيب فهذا دليل انه هاي السياره قد ايه جباره مؤخرا نريد خبر انه الماك اي تعتبر اول سياره شرطه كهربائيه تستعمل بالعالم الماك اي ماك اي على سيره الاختبارات تعرفوا انه البيك اب التراك اللي احنا قاعدين فيه هذا هايبرد تعرف شو عملوا في هذا البيك اب حطوه تحت امتحان هذا الامتحان للبطاريه بيعرضها لعوامل أسوأ من اللي حتتعرض لها بالشارع من اهتزازات من عوامل جويه من عوامل اضطراب كل هذا الحكي لمدة 82 ساعة، ال 82 ساعة هذول يساووا 10 سنين في الطبيعة. واو. واجتازت هذا الاختبار. هي لما يشتغلوا على السيارات خاصة اللي بتكون مثلها مثل بيك اب أو حتى السيارات العسكرية بينعمل لهم تيستينج مخيف. تخيل أنت بنص المعركة بتتعطل معك السيارة، وبنفس الوقت أنت بالسيارات العسكرية بتشوف دائما في محركات كبيرة. تخيل تعطل معك. يكون عندك هذا جو الطبيعة يعني. الله بعين. لما يكون عندك هذا بدك سرعة. وبدك اعتمادية في كتير سيارات استعملت مثلا مثل تويوتا لاند كروزر استعملت بعدد كتير كبير من الجيوش نيسان باترول نيسان باترول موجودة بالجيوش العربية كمان بكثرة مزبوط وتويوتا لاند كروزر على كمان. فكرة الكاديلاك من السيارات اللي تستخدم جدا في المواكب الملكية لأكثر من ملك لأكثر من رئيس دولة بأمريكا الكاديلاك بيستخدموها لازم نحكي عن الحلقة لازم نعمل حلقة عن السيارات الرئاسية لأنه هيدا موضوع عندك مزبوط. سيارات الرئاسة الأمريكية مزبوط. مميزة سيارات الرئاسة الروسية مميزة بالمنطقة عنا كمان بس نعمل حلقة خاصة مزبوط متفقين خبري دي خبرك يا هات حكي سايبر تراك تسلا
سايبر تراك كل العالم تحكي عنه عمل ضجة لما إيلون ماسك كب الحجرة على أساس ما بينكسر. Sure. Yeah. وانكسرت. Not bad. مهم الفكرة. شرطة دبي من جديد تضرب بيد من حديد وعندها سايبر تراك بعد ما وصل. أول ما يخلص من الإنتاج رح يكون موجود ضمن أسطول شرطة دبي. شرطة أبو ظبي. أبو ظبي ولا دبي؟ لا أبو ظبي. لا لتسلا دبي. اللي خبرك عنها هلا هي أبو ظبي. أبو ظبي إلنا جي تي آر إلنا لايكن. بحياتك شايف شرطة جاي برولز رويس فانتوم؟ يا عمي كمشوني. خلص. جاي تعتقلك برولز رويس فانتوم. أنا حرامي. أبو سيدكم. بقى إيه. هيدي كمان من النقاط المهمة اللي بنشوفها بسيارات الشرطة. وفي عندك البليزر. شيفروليه بليزر من اشهر السيارات بالثمانينات اللي استعملت بالاستعمال العسكري، وكلنا بنتخيل نعرف شكلها حتى لما نزلت على المدني بقيت هي ذات السياره ما صار فيها تغيير كثير. مزبوط فيه. مزبوط يا جماعه، لما نشوف هاي السيارات بنعرف انه هاي السيارات هالقد اعتماديه لدرجه انه الشرطه استخدموها كسياره لالهم. يعني لما نحكي بالمانيا استخدموا كورفيت وهي سياره امريكيه. شوف هلا خبريه، معقول بالمانيا عم بيستعملوا كورفيت؟ نعم. كورفيت ستينجري تحديدا. نعم. وهن بلد البورشة وبلد الاودي وبلد البي ام دبليو والمرسيدس. غريبة شوي. عندهم سيارات تانية طبعا صناعة المانية موجودة اكيد. بس وجود الستينجري هو اللي تك. مزبوط. يعني اذا قلت لك انه المانيا عندها بورشة باسطول عاد اقل من عادي. عندها اودي عندها مرسيدس. هذا اللي واضح اكيد. يا جماعة ضروري تعملوا سبسكرايب للشانل تاعت سترايف ميدل ايست على اليوتيوب هلا لحتى تشوفوا هالحلقة وحلقات تانية كثيرة. عم ينزل حلقة كل أسبوع، عم ينزل تاز درايف كل أسبوع، لحتى تشوفوا كل هاي الكونتنت ضروري تعملي سبسكرايب للقناة. بس أنا عندي سؤال قبل ما نسكر، بين كل اللي عديناه هون، إذا أنت بدك تكون بالشرطة أي سيارة تاخد؟ جي تي 3 ار زي دايما. هذا زلمة بوش. زي دايما. بدنا رأيكم أنتم كمان، إذا أنتم كنتوا بأسطول الشرطة، الشرطة اللي موجودة بالعالم، أي سيارة بتختار لتستعملها خاصة لمطاردة المجرمين؟ مظبوط. بدك سيارة سريعة. أنا مني وعلي لايكن بطلع أبو ظبي. لايكن؟ لايكن بورشة.